ماكرون تصرف بقلة أدب مع الملك محمد السادس. كشف الكاتب الفرنسي من أصول مغربية الطاهر بن جلون سبب تدهور العلاقات بين المملكة المغربية وفرنسا، والتي أدت إلى بروز أزمة صامتة بين البلدين. وأوضح الكاتب الطاهر بن جلون خلال مقابلة صحفية أن إيمانويل ماكرون تعامل بقلة أدب تجاه ملك المغرب، قد استخف بالملك ولم يحترم. وأشار الكاتب إلى أن العلاقة بين البلدين توترت إثر مزاعم التجسس المغربي على ماكرون باستخدام برنامج بيجاسوس الإسرائيلي، مردفا أن الملك محمد السادس أكد لماكرون أن المغرب لم يتجسس عليه، وأن ذلك ليس من أساليب الرباط، غير أن ساكن قصر الإليزيه رد بطريقة خرقاء جدا رغم أنه أعطاه كلمة شرف بهذا الصدد، وهو ما لم يعجب الملك محمد السادس لتنقطع العلاقات بين البلدين منذ ذلك الحين. وأبرز الطاهر بن جلون أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي كان مناهضا للمغرب، مؤكدا أنه ليس من قبيل الصدفة أن البرلمان الأوروبي بعد سوء الفهم بين المغرب وفرنسا قد أصدر قرارا مناهضا للمغرب.